فوائد ومعلومات. طرق ومركبات مختلفة للقضاء على الحشرات. عند دخول فصل الصيف يبدأ قلق ظهور الحشرات والتي تنتشر بكثرة في فصل الصيف، مما يكثر استخدام المبيدات الحشرية. ولأننا نبحث دائما على مركبات طبيعية وآمنة، أحضرنا لكم طرق ومركبات مختلفة للقضاء على الحشرات بمكونات منزلية آمنة بعيدة عن المركبات الكيميائية، لذا تابعونا. الفازلين والنعناع. اخلط كمية مناسبة من الفازلين وخلاصة النعناع جيدا وادهم بهما الأبواب ومخارج النوافذ. فالفازلين من أكثر المواد المزعجة للحشرات وخصوصا النمل، حيث يسبب له صعوبة في الحركة وبالتالي يمنع انتشاره داخل المنزل. إكليل الجبل والنعناع. إذا كان منزلك عرضة للحشرات الطائرة مثل النحل وغيره، استخدم الأعشاب الطازجة مثل إكليل الجبل أو النعناع وعلقهما على نوافذ وأبواب منزلك. النعناع. يعد النعناع من أكثر المواد الفعالة في طرد الناموس. يمكنك غلي النعناع ووضعه في زجاجة رش واستخدامه في منزلك لطرد الناموس. الليمون والقرنفل. قطع ليمونة إلى نصفين واغرس بها حبات القرنفل، وضعها في أماكن وجود الذباب فستعمل على طرده نهائيا. القهوة. اصنع مصيدة للصراصير من الماء ومسحوق القهوة. ضع المياه داخل برطمان وأضف لها مسحوق القهوة لتأتي إليها الصراصير الموجودة في المنزل وتسقط داخلها، فرائحة القهوة جذابة للحشرات وبالأخص الصراصير. الشموع. كنا في حلقة سالفة صنعنا الشموع المنزلية، فيمكنك صناعة الشموع مع إضافة مادة جرانيول، وهي مادة موجودة في المحلات الخاصة بمكافحة الحشرات وأيضا محلات النباتات، ويمكنك بعد ذلك استخدامها ولها فاعلية قوية في طرد الحشرات كالناموس والبعوض. الصابون والماء. يمكن تحضير خليط الماء والصابون من خلال مزج بضع قطرات من الصابون السائل كسائل الاستحمام مثلا مع الماء للتخلص من الصراصير عن طريق رشها مباشرة مع الخليط، وتعتبر 3 قطرات من هذا المحلول كافية لقتل الصرصور، حيث أن المياه بالصابون تكون طبقة رقيقة على المسام التي يتنفس منها مما يتسبب في اختناقه. الخل. يعتبر الخل من المكونات التي تتسبب في التخلص من الحشرات المنزلية للأبد، فبسبب رائحته النفاذة تطرد الحشرات وتقتل الضار منها. يمكنك استخدام الخل في التخلص من الحشرات المنزلية عن طريق إضافة 0.5 كوب من الخل إلى مياه التنظيف التي تستخدمها عند مسح أرضية المنزل، مع تهوية المكان بشكل جيد كل صباح. زيت القرفة. يعتبر زيت القرفة من المكونات الطبيعية المضادة لتجمع الحشرات والتي تسبب استنشاقها شلل في الأجهزة الحيوية للحشرات. قم بإضافة 2 ملاعق من الماء إلى 0.5 كوب من زيت القرفة مع بعض الخل، ورش الفتحات والأماكن التي تلاحظ وجود النمل والحشرات المنزلية بها. اشتركوا الآن ليصلكم كل جديد على قناة فوائد ومعلومات. فوائد ومعلومات.